ما قدرت جرك، خلص روقي. مو معقول ماما، ما أحلاكن وإنتوا عم تتخانقوا، وأخيراً رجعتوا تتصرفوا مثل ما كنتوا من قبل مع بعض. شو اللي عم بقوله؟ أنا كأني غلطت. بتمنى أكشاه ما ينتبه ويرجع يبلش أسئلة. شو قصدك بقبل؟ قصدي إنه قبل بقصد إنه قبل ما تروح على المشفى أنت، لأنه ما بعرف شو صار لكم بعدها. لا ما صار لنا شيء، في حدا عم يضايق حبيبتي، ما بعرف شبها. صار لك كم يوم ما أنا مبسوطة، حتى طريقة مشيتها بالبيت مو مثل قبل. يعني أبو ليكي، رح روح على مركز الشرطة، رح شوف إذا الشوفير اعترف وقال مين يلي اتصل فيه ودفع له مصاري حتى يوصل البنات. هو أنا حكيت مع الشرطة وسألتهم عنه. مع مين؟ المفتشة راجيني حكت لي إنه كانوا عم يحاولوا يعرفوا شي. معناها عم يشتغلوا، يعني ما تركوها. الشوفير كذاب، مهيني ورا القصة، وهي يلي دفعت له. فستان كتير حلو، بدي مثله كمان. هاتي تعي لهون. تعي تشافي، تعي. حبيب قلبي. شوفي، كنت عم طالع تياب وطلع هذا الفستان بالغلط من الخزانة أنا وعم دور. يلا رجعي رجعي، حرام رجعي لها، رجعي. استني شوي، مو حلوة أبداً أنه ناخد أغراض مو إلنا. خلينا نرجع، إذا بدك بجيب لك واحد صغير على قدك، لأنه هذا كبير كتير، شو رأيك؟ يلا شاطرة. شكراً يا شاطرة.